لما بتدخل على آيا صوفيا حتلاحظ انه المبنى فيه طابقين اثنين، والطابقين هدول بيحملوهم من تحت طبيعي أعمدة. هاي الأعمدة إلها قصة مهمة جدا، وهي انه الإمبراطور جوستينيان لما أمر ببناء أكبر معبد في العالم، طبيعي بدنا أعمدة. هاي المنطقة، منطقة إسطنبول وما حولها، ما فيها رخام وجرانيت، ومشان يلحقوا الزمن جلبوا هاي الأعمدة من عدة أماكن، من مصر ومن شمال إفريقيا ومن مختلف الأماكن في الإمبراطورية الرومانية في ذاك الوقت. ولذلك بتلاحظوا إنه بعض الأعمدة فيها اختلاف إما بالألوان وإما بالأطوال. تخيلوا إنه بعض الأعمدة هون فيها نقص أو فرق مثلاً 30 سنتي. هذا الأمر أدى إلى خلل في البناء مع مرور الزمن. ليش؟ لأنه السقف هو كله عبارة عن قباب، وهاي القباب ثقيلة جداً، فأدت إلى بعض التشققات هنا وهناك. وبالمناسبة القبة هاي هدمت مرتين، والمرة الثالثة بناها المعمار سنان، وعندما قام بترميمها وإعادتها إلى ما كانت عليه وضع في المنتصف آية من سورة النور. وبالتالي إحنا هون منحكي عن تقريبا عدد الأعمدة 107 عمود موجود في هذا المكان بيحملوا هاي الأسقف اللي ماسكة بعض من القباب. لذلك آية صوفيا شكلها مستطيل. واحدة من التناقضات اللي فيها إنه صعب تحط فيها قبة لونها دائرية، فلذلك إذا بتطلع على القبة فوق ستجد إنه القبة شكلها غير منتظم، وهذا السبب الأساسي اللي عمل إشكال هندسي في عملية البناء. طيب أرجع مرة تانية لورا شوي. الإمبراطور جوستينيان أمر مين أن يقوم بعملية التخطيط لهذا المسجد؟ علماء رياضيات اثنين، أنتيانوس وإسيدوروس، بعملية التخطيط لهذا المسجد. فعلماء رياضيات لما بنوا هذا المسجد واجهوا إشكال صغير. ما هو هذا الإشكال؟ إنه هذا الوزن الثقيل جدا من هاي القباب، لابد إنه الأعمدة يعني تستطيع أنها تحمل هذا الوزن الثقيل. فهنا جاءت فكرة الجدران الخفيفة، فلا بد من أن يدخل عنصر الصخر اللي هو صخر البركان. صخر البركان بيمتاز بأنه صخر خفيف وصلب، بيقدر يحمل وزن ثقيل، وبنفس الوقت بيقدر يدوم أزمان طويلة جدا جدا جدا. طيب هنا لا يوجد أيضا براكين، فماذا فعلوا؟ راحوا علماء ومهندسي الإمبراطورية البيزنطية باختراع خلطة وضعوا فيها طين، احضروه خصيصا من بعض الأنهر، وضعوا أيضا مادة السيليكات، فنتج هناك مادة استطاعوا أن يضعوها بين الطوب، وهي كانت أحد أسباب استمرار هذا البناء 1500 عام. تخيلوا هاي المادة، مشان أصدمك، هاي المادة لك أن تتخيل إذا أجى زلزال أو تحركت من مكانها تستطيع أن تعيد نفسها بنفسها. فتخيل هاي العقلية كانت موجودة قبل آلاف السنين أو مئات السنين عفواً. إلى اللقاء.